السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الهادي بخاري من شركة بروج العقارية. اليوم عندنا عرض جميل جدا، أرض للبيع في منطقة أخشبات ترتفع عن البحر 700 متر تقريبا، وتقع في منطقة لها إطلالة خيالية على المدينة وعلى البحر في قرية مرتفعة زي ما قلنا. تعالوا معنا نشوف تفاصيل هذه الأرض. الأرض هذه مساحتها 1250 متر، هذه المنطقة الأولى. المنطقة الثانية خلفي أسفل هذه الأرض مساحتها 1400 متر، يمكن بناء 4 فلل عليها، بحيث المنطقة الأولى اللي هي فوق هذه يمكن بناء فلتين عليها، لأن المساحة اللي فوق هذه 1250 متر يمكن تقسيمها إلى قسمين. وأيضا عندنا أسفل هنا الأرض الثانية مساحتها 1400 يمكن تقسيمها إلى قسمين أو 3 أقسام، بحيث يمكن بناء فلتين أو 3 فلل عليها. شوف التصوير بالدرون، التصوير الجوي بالدرون، وشوف الإطلالة لهذه الأرض الجميلة. طيب يا جماعة، زي ما انتم شايفين احنا على المستوى الاول للارض هذه، هذا المستوى مساحتها 1250 يمكن تقسيمها الى قسمين، جاهزة للبناء فورا. بمجرد انكم تشتروا الارض هذه ممكن تقسمها قسمين او ممكن قسم واحد، وحتى الجدران ما قصر صاحب الارض، سواها وبناها وجاهزة زي ما قلنا. ارتفاع الجدر هذا 8 متر ونص تقريبا، تعالوا شوفوا الارتفاع. وايضا عندنا بعد ما تشوف الجدار هذا، بعد الارتفاع هذا اللي هو 8.5، المنطقة الثانية مؤهلة وجاهزة، ممكن بناء الجدار الثاني وتأهيل المنطقة الثانية هذه اللي هي 1400 متر لبناء فلتين أو 3 فلل أخرى في المنطقة. في نهاية الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وضغط زر التنبيه. الأسعار والتفاصيل كلها موجودة أسفل هذا الفيديو في قسم التفاصيل. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.